هكذا هو الأهلي في عيون العرب، وهنشوف إزاي الأهلي في عيون بعض المصريين. اتكلمنا معاكم المرة اللي فاتت في التناول الإعلامي لفكرة رحيل أو بقاء اللاعبين أو علاقة الأهلي بلاعبيه، وقلنا في النهاية ده أداء إعلامي كان عندنا بعض النقد، ولكن المرة دي الوضع مختلف جدا. ناس من داخل نادي الزمالك بيكون لهم رأي سلبي، بيحاول يغير كتير جدا من الحقائق في علاقات النادي الاهلي بلاعبيه. بس احنا النهارده حابين نقول لك لو بتشوف بعين واحده، احنا هنحاول نطرح عليك الصوره كامله. احنا مش في مجال خلال الفقره دي ابدا ان احنا نقيم علاقه الزمالك بلاعبيه، مين صح مين غلط، مش هنصدر احكام، ولكن بنخلي اللي شاف النادي الاهلي بعين واحده يشوف الصوره كامله وساعتها يحاول يحكم يعني. مش كده وبس يا فارس، احنا كمان يعني اذا كان بعض اللاعبين من نادي الزمالك او من انديه ومنافسه بتتكلم بشكل ما عن نهايه بعض لاعبي النادي الاهلي او نجوم النادي الاهلي، النهايه الغير مثاليه من وجهه نظرهم والنهايه الصعبه وما شابه، احنا كمان هنستعين بلاعبي نادي الزمالك اللي كانوا بيتمنوا امنيات ان هم ينتهوا النهايات اللي هم شايفينها غير مثاليه. فدايما في البعض والبعض الاخر حتى بنفس قبيله الانتماء بيكون الاراء مختلفه، واحنا هنا عندنا دايما التناول بلا تطاول، والاهم كمان بنركز على تناول الاراء اللي بتجي لنا من المعسكرات الاخرى. مهمه جدا يا احمد، وهذه الفقره لا ينصح بها لاصحاب القلوب الضعيفه، لان معانا فقره مهمه جدا. هنشوف كابتن ايمن عبد العزيز قال ايه عشان نرجع نبني الفقره كلها وتعرفوا معانا الدنيا هتمشي ازاي. كابتن ايمن عبد العزيز خرج بتصريح عن علاقه لاعبي الاهلي بنادي الاهلي، وقال: قال مدرب الزمالك السابق: الاهلي لا يحافظ على ابنائه، دائما ما يطالب نجومه بالرحيل بعد وصولهم لسن معين، ولا يقوم بتعيينهم في مناصب اداريه او فنيه لائقه. واكمل: الدليل على ما اقوله هو حسام غالي، محمد ابو تريكه، عماد متعب، ومحمد بركات، واعتقد ان احمد فتحي رحل لهذا السبب. ده كان كلام كابتن ايمن عبد العزيز اللي ما سابش موجود او سابق. وخطوره الكلام ده احمد قبل ما نتكلم في الفقره ان هو محاوله للتاثير على اللاعبين الموجودين داخل الاهلي وضرب علاقتهم بالنادي، او محاوله للتاثير على اللاعبين خارج النادي الاهلي في حاله التفاوض معاهم. هما ببساطه بيقول لك بص الاهلي بيعمل ايه، وعشان يجتزئ ويقتطع كل ما حصل من النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي خرج منه لاعبين في مراكز كتيره جدا وفي مناصب كتيره جدا وصلت الى وزراء، هنشوف النادي الاهلي علاقته بلاعبيه ايه والانديه الاخرى علاقتها بلاعبيها ايه. احنا قلنا هنتناول نجوم اتكلمت على النهايات دي، ولكن الكابتن ايمن عبد العزيز ذكر من ضمن الامثله نهايه كابتن حسام غالي، اللي انا الحقيقه انا مش شايف هي ازاي غير مثاليه بالنسبه للكابتن ايمن عبد العزيز، وان ازاي ما لهمش مكان بعد الاعتزال. طبعا كلنا عارفين ان الكابتن حسام غالي اعتزل من هنا واتعين من هنا في منصب داخل النادي الاهلي، يمكن ما كملش ولكن مؤكد له عوده. لكن المهم نهايه كابتن حسام غالي دي كان اكيد بيتمناها الكابتن عبد الواحد السيد. يمكن ده بقى الفرق بين اللي حصل مع حسام لما جه بطل في الاهلي. ايه اللي حصل؟ كرم يعني، سالوه كرموه، ما حصلش يعني. كان المفروض يدار حتى في وجود كمان واحد زي احمد حسام ميدو، فاهم في الكوره كويس ودماغه كبيره وعالمي، والمفروض يعني ان هو احترف. فكان المفروض بشكل احسن من كده شويه، يعني ان انا امشي بطريقه، بس ما اعرفش ان انا ماشي مش ماشي، اللي عايزين مش عايزين. لما انت تقعد معاك، لا الجد بقى بعد ما قال لك ان احنا مشينا بداوا يقعدوا معاك، انت هتيجي ك مش عارف مش مدير كوره، مدير شؤون لاعبين. بس القصه ما كانتش كده، انت كان ممكن تبقى تدار باحسن من كده، بس هي كان الغرض منه انه تخلص من عبد الواحد وخلاص. وكان عندي استعداد كمان ان انا اكمل السنه دي ما اخدش منه ولا فلوس، لان انا كنت بقى اوريدي 4 سنين ما اخدش. عرفت ده؟ انا كلمت كابتن احمد سليمان في ده، قلت له انا ممكن اكمل السنه دي من غير فلوس في التليفون. الكابتن عبد الواحد السيد تاريخ كبير جدا مع نادي الزمالك، الكابتن عبد الواحد السيد سنوات طويله جدا قضاها الحارس الاول في نادي الزمالك، ومع ذلك برغم انه كان يتمنى بقاء سنه بدون مقابل، الموضوع كان صعب. وبالمناسبه لا احد ممكن يشكك في زملكاويه الكابتن عبد الواحد السيد للدرجه اللي خلته بعد ما انتقل للمقصه رفض يلعب مع المقصه امام
الزمالك. فده يا كابتن ايمن احد كباتن نادي الزمالك اللي كان بيتمنى ان مجلس اداره الزمالك او حتى المدير الفني في نادي الزمالك يتعامل معاه على سبيل او بمشابه التكريم اللي تم مع الكابتن حسام غالي. على فكره احمد، كابتن عبد الواحد السيد ليه فيديو شهير كان بيبكي فيه وقال انا واثق ان في يوم نهايتي مع نادي الزمالك هتكون نفس نهايه كابتن حازم امام، انا خايف من اللحظه اللي يتقال لي فيها كفايه وامشي من النادي بالشكل ده. بس كمان كان كابتن بركات من النادي، كان كابتن بركات من الشخصيات او اللاعبين اللي تناولهم كابتن ايمن عبد العزيز وقال برضو ان هم النادي الاهلي لم يوظفهم. وعلى فكره بس حته يوظفهم دي لعيبه كبيره، اكيد مش كل الناس هتشتغل في النادي الاهلي، واكيد برضو النادي الاهلي لما بيلاقي فرصه، شفنا حسام عاشور برضو، شفنا حاجات كتيره هنتوالى ونعرضها، ولكن كابتن بركات نفسه قال ايه عن الموضوع ده. نروح ونسمع الفيديو. ليه قررت انك ترجع تاني؟ ليه قررت انه مدير الكرة وليه وافقت عليه؟ لان انا عارف ان اتعرض عليك حاجات تانية تبقى في ادارات تانية زي النادي الاهلي، ليه دلوقتي وافقت على انك تكون مدير الكرة في المنتخب؟ لا لا لا، الموضوع بص، انا ما اتعرض عليا في النادي الاهلي، انا اتعرض بالظبط عليا في النادي الاهلي يعني مرتين. اول مرة كان مع المهندس محمود طاهر كويس لما كان هو رئيس النادي، رئيس النادي بعت لي الكابتن علاء عبد الصادق، والكابتن علاء عبد الصادق قال لي احنا محتاجينك في لجنه التسويق، وان انت يهمنا ان انت تبقى موجود معانا وان انت خبره، وعرض عليا العرض بكل شياكه. بس انا لو تفتكر الفتره ديت انا كنت الفتره اللي احنا كنا قاعدين وشغالين فيها، فكان من الصعب ان انا وانت كنت حابب التجربه الاعلاميه وحابب تكمل فيها. كنت حابب ان انا ابقى موجود في الحته ديت. دي كانت أول مرة، فطبعا اعتذرت بكل أدب. المرة الثانية كان كابتن محمود الخطيب، بس هو كان ساعتها يعني عرض عليا إن أنا أبقى موجود يعني في قناة النادي الأهلي. قناة النادي الأهلي. دي كانت آخر حاجة في إن أنا أبقى موجود في قناة النادي الأهلي. بس يعني إيه، ساعتها أنا كنت يعني أفضل إن أنا أبقى موجود في يعني في قناة محايدة. محايدة. عايز تبقى في قناة محايدة. أنا فضلت كده يعني. عرضنا في الفيديو اللي فات مع أسامة كابتن حسام غالي اللي كابتن عبد الواحد كان بيتمنى ينهي أو النادي يتعامل معاه بنفس الطريقة، هنا كابتن بركات هو اللي بيتكلم بشكل صريح جدا إنه هو النادي الأهلي عرض عليه أكتر من مرة، ولكن هو كان شايف إنه محتاج يتحرك في الكارير بتاعه بشكل مختلف. هو ده النادي الأهلي وأكيد اللي بيحاول يستفيد من كل الكوادر اللي بيجهزها يا أسامة. احنا أكيد هنستعرض باقي النماذج على لسان لاعبين آخرين، ولكن ماذا عن نهاية الكابتن أيمن عبد العزيز نفسه مع نادي الزمالك عشان يتكلم عن نهاية نجوم النادي الأهلي مع النادي الأهلي؟ كابتن أيمن عبد العزيز عائد من الاحتراف لنادي الزمالك في عهد الأستاذ ممدوح عباس، وتم إنشاء تعاقد بينه وبين نادي الزمالك. في التعاقد ده استلم الكابتن أيمن عبد العزيز 3 مليون جنيه مقابل عرض أو إعلانات زي ما بيقولوا كده، وده برضو بنأكد على فكرة القوة الشرائية والحاجات اللي بتبقى بره العقد الرسمي. كان في 3 مليون جنيه استلمهم الكابتن ايمن عبد العزيز من رئيس نادي الزمالك وقتها انه يعمل اعلانات. قعد الفتره اللي قعدها في نادي الزمالك مفيش اعلان للكابتن ايمن عبد العزيز، فجاء مجلس اخر قدم شكوى في الكابتن ايمن عبد العزيز لما عرفوا ان هو بيتفاوض مع نادي مصر المقصه. بعتوا الشكوى للاتحاد المصري لكره القدم بيطالبوا فيه عدم قيد ايمن عبد العزيز، استند عليه 3 مليون اعلانات واحنا ما خدناش الفلوس دي، وهو ما عملش اعلانات، فبالتالي المفروض يرجع الفلوس دي. المفاجاه ان كان في شكوى من الكابتن ايمن عبد العزيز ضد نادي الزمالك في اتحاد الكره عشان كان ليه 186 الف مستحقات متاخره. الزمالك ما سكتش على اتحاد الكره، ده قرر يرفع للنائب العام. ممكن يا عماره تعرض لنا صوره الخبر اللي هو شكوى نادي الزمالك لايمن عبد العزيز لدى النائب العام. مجلس الاداره يبحث تقديم بلاغ للنائب العام ضد ايمن عبد العزيز. ده كان جزء من نهاية الكابتن أيمن عبد العزيز مع نادي الزمالك، شكوى في اتحاد الكرة و3 مليون جنيه الكابتن أيمن عبد العزيز واخدهم للإعلانات ما عملش إعلانات، والأهم كمان اشتكى نادي الزمالك ب 186 ألف جنيه، لكن أعتقد كان في كلام كتير تاني لسه في النهاية. ده كلام لكابتن أيمن عبد العزيز نفسه، اللي نطلع نشوفه هو قال إيه ونرجع نعقب. انت شايف؟ انا ما اعرفش، انا ما اتكلمتش معاهم. هل مثلا حد في مجلس الاداره كان سبب في اللي بيحصل؟ بص يا استاذ محمد، انا اقول لك، انا والله العظيم وقلت قبل كده الكلام دوت، انا يعني هم يطلعوا يقولوا
ان انا ما اعرفش وما اقدرش اروح لحد اقول له ايه اللي حصل، ان ده بيقول لك روح لده وده بيقول لك روح ده. زي ما كنت بكلمك كابتن حسام يقول لي ده مجلس الاداره عندهم مشكله، مجلس الاداره لما تيجي تسالهم يقول لك لا ده الكابتن حسام هو اللي قال لا. فانا مش صغير عشان اروح اسال، بس يعني انا لحد دلوقتي انا مش لاقي تفسير السبب ان انا مش، ومحدش قال ولا سمعت ولا عدى من قدامك ولا في طفل جه قال لك ولا حلمت. انا هقول لحضرتك على حاجه، ده بقى اللي الناس بتقول ان المفروض ايمن ده كابتن النادي وتربى في النادي وساب 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 وجه عشان يقف جنب النادي. المفروض الناس تطلع تقول يا جماعه احنا مشينا ايمن عشان 1 2 3، لكن هو محدش فيهم قادر يطلع يقول عشان اصل ما فيش سبب. شايف ان الزمالك تعامل معاك بطريقه مهينه كايمن عبد العزيز؟ اه طبعا اكيد، يعني ما هم ما ادونيش حق المفروض ان انا كنت اخده، يعني ان انا فالمفروض يبقى التعامل اشك، لان انت برضه انت كابتن نادي، يعني انت محسوب على النادي، انت خلاص بقيت في دلوقتي كل الكباتن اللي جم من النادي انت دلوقتي محطوط في نفس السي في او نفس الحته ان انت كابتن نادي. فالمفروض كان الاحسن ان هم يجوا يقولوا ايمن دلوقتي الوضع كذا كذا كذا، انت قابل او مش قابل. لكن احنا مالناش خير فعلا، يعني احنا نادي الزمالك مش خير في حد، ملوش خير في ولاده يعني. يعني انا بقول دايما ايه لما تعمل، يعني شايف ان في حد مش بتاعنا يعني تزور النادي؟ لا لا خالص ما بروحش. تخش خالص؟ لا خالص مش هخشه تاني اساسا. اه يعني مش دلوقتي، ممكن لما في يعني خلاص بقى لما نقفل. طب انت كنت هتوافق لو قعدوا معاك مثلا؟ اه طبعا نخفض عقلك. اه طبعا يا وانا قلت للكابتن حسام لما جيت لما فسخت عقدي مع ديار بكير قلت له ان انا يعني على مانع اخفض، ما عنديش مانع. قلت له يعني الناس بتبقى يعني قمه الاحترام بيقعدوا معاك وبيكلموك ولو انت هتمشي بتبقى عارف قبلها بفتره كبيره، عشان بتبقى مرتب امورك، عشان تبقى مرتب امورك وبتاع. وشوف انا برضو سبب من الاسباب ان انا ما لحقتش، انا كنت عايز العب في مصر يعني بعد ما سبت نادي الزمالك كنت مرجح ان انا عايز العب في مصر عشان الناس تشوف. ليه ما رحت؟ انا كل الناس كانت بتكلمني قبل ما امشي، يعني قبل ما اروح قبل ما تبدا فتره. ايمن عبد العزيز لما يقول يا جماعه ده انا سبت الزمالك والحقوا بسرعه ايدوني قايمه ثانيه، ما فيش الحقوا بسرعه يا كابتن، ما خلاص كل الناس جابت 25 لعيب، في ناس كتير يعني في ناس كتير عندها زياده في القوائم وبتمشيها. انت رجعت يعني برضه فتره خدت بومبا. طبعا يعني كل الناس جابت لعيبه خلاص، يعني كل الناس جابوا في كل فرقه تلاقي 3-4 ديفندرات والناس ايدت في 25 ولا حد. بس بقول حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص. في مين بقى؟ في اي حد ظلمني يعني. بس حسبي الله ونعم الوكيل اقوى. لا في اللي ظلمني يعني. يعني في اي حد ظلمني او هو حس انك اتظلمت جامد. طبعا طبعا. نادي الزمالك محدش بلغني، نادي الزمالك ملوش خير في ولاده، حسبي الله ونعم الوكيل. في مين؟ ليه كده يا كابتن ايمن؟ ايه اللي وداك السكه دي بس؟ يعني خلتنا نطلع في فيديوهات ونعمل، كنت ابعد، خليك في نادي الزمالك ونادي الاهلي. قبل كده برضه في الازمه دي مع الدكتور خالد توحيد ربنا يرحمه اتكلمت ان الاهلي فوق الجميع وازاي النادي الاهلي بيتعامل مع ابنائه، ولا هو الموضوع انا جوه ولا انا بره، ولما بره بقول كلام ولما جوه بقول كلام. اعتقد يا كابتن ايمن حطيت نفسك في موقف وحش جدا. هو زي ما انت بتقول، انا جوه بقول كلام بره بقول كلام، بس ما كانش الكابتن ايمن عبد العزيز بس اللي اتكلم عن فكره كابتن حسام عاشور وحسام غالي وعماد متعب، ايضا كان في احد النجوم طبعا الكابتن رضا عبد العال اللي طبعا زي ما فارس بيقول مش هيفوت حاجه زي دي، فكان